بالرغم من دور البرد والحرارة إلا أنه ذاكرتي لسه مش بطالة. ذاكرتي بتقول لي أن أول رواية قريتها لنجيب محفوظ كنت في ستة ابتدائي، وكانت رواية رادوبيس، ودي من القصص الفرعونية، هي قصة رومانسية في أجواء فرعونية. بعدها على طول كانت كفاح طيبة برضو عن البطل المصري أحمس والعجلات الحربية وانتصار المصريين على الغزاة. دي أول معرفة شخصية يعني ما بيني وما بين نجيب محفوظ. أفتكر أنه قراياتي الأكتر والأعمق لنجيب محفوظ كنت وأنا في الجامعة، يمكن أكون قريت معظم رواياته إذا ما كانتش كلها من كل المراحل اللي هو مر بيها. ليه بتكلم عن علاقتي الشخصية بنجيب محفوظ الله يرحمه، اللي لم يعني يسعدني الحظ ان انا اقابله، انما اكيد عارفة قيمته وعارفة كويس جدا من خلال كتاباته. بفتكر نجيب محفوظ لانه في زي الاوقات دي من 30 سنة وقف العالم كله احتراما لما لجنة نوبل اعلنت انه الحاصل على جائزة نوبل في الاداب هو نجيب محفوظ. الاجيال اللي جت بعد ده ما تدركش قيمة اللحظة اللي حصلت دي، لانه اول رد فعل كان من الناس في العالم العربي كله هو عدم التصديق، الاندهاش، ايه ده واحد عربي بلغة الضاد ياخد نوبل؟ الحقيقة انه نوبل نجيب محفوظ ما كانتش ابدا لشخصه ولا كانت ابدا لتجربته المباشره، انما هي كان فيها رد اعتبار كده للغه العربيه في الاداب الحديثه، الادب الهندي والادب الايطالي والادب اللاتيني والادب الروسي والادب الامريكي، دي كلها اداب لها سمعه كده واسعه جدا في العالم. قبل جائزه نوبل كان الادب العربي اللي هو ادب عظيم مش بس يضاهي الاداب الاخرى انما يفوقها كمان، ما كانش في حاله كده من الاعتراف الدولي بيه. جائزة نوبل حطته في المكان الصح، والحقيقة أنه الأدب العربي سواء القديم أو الحديث من أغنى وأثرى الأداب اللي موجودة، بمفرداته، بتعابيره، بعمقه، بتلونه، حاجات كتيرة جدا في الأدب العربي. المهم ما طولش عليكم، الإعلان عن فوز نجيب محفوظ ما كانش بس جائزة له، ما كانش بس جائزة لمصر، إنما كان جائزة لكل الناطقين بلغة الضاد. بفتكر ده لأنه في ذكرى مرور 30 سنة على الإعلان ده، وكمان بفتكر حلقة رائعة قدمناها السنة اللي فاتت مع بنته عن نجيب محفوظ. خلينا نفتكرها شوية مع بعض. نحييكم من قاعة الكونسرت الكبرى بالعاصمة السويدية ستوكهولم، وننقل لكم على أنغام هذه الموسيقى بلد عربي، مقطوعة موسيقية للموسيقار جونتر شولر، يعزفها فرقة ستوكهولم الفيلهارمونيكا، ونحن ننقل لكم وقائع تسليم الأستاذ نجيب محفوظ جائزة نوبل للأدب لعام 1988. سيقوم جلالة الملك كارل جوستاف السادس عشر ملك السويد، سيقوم بتسليم جائزة نوبل للأدب إلى كريمتي الأستاذ نجيب محفوظ، بعد أن يلقي البروفيسور ستوري أليين السكرتير الدائم للأكاديمية السويدية وعضو لجنة جائزة نوبل، ويسلم جلالته جائزة الأدب إلى كريمتي الأستاذ نجيب محفوظ، بعد أن يلقي البروفيسور ستوري أليين السكرتير الدائم للأكاديمية السويدية وعضو لجنة جائزة نوبل. أصحاب الجلالة، أصحاب السمو الملكي، سيداتي وسادتي، في يوم جائزة نوبل العاشر من ديسمبر عام 1911 تسلم موريس ميترلينك وهو شاعر بلجيكي جائزة نوبل في الأدب من يدي الملك جوستاف الخامس هنا في ستوكهولم.
وفي اليوم التالي مباشرة ولد نجيب محفوظ عبد العزيز إبراهيم في القاهرة عاصمة مصر التي ظلت وطنه الذي لم يغادره أبدا إلا في مناسبات نادرة. لقد وهبته القاهرة أيضا وحي الزمان والمكان لرواياته وقصصه القصيرة ومسرحياته. فهنجد الزحام في ضوء المدى واضحا بأسلوب ينم عن الود وصفاء. هناك يواجه كمال في رواياته الثلاثية قضايا شائكة ومصيرية. إن الرواية في الأدب العربي كظاهرة للقرن العشرين هي سنن لنجيب محفوظ في قليل أو كثير، لأنه هو الذي وصل بها في الوقت المناسب إلى مرحلة النضج، وبالتالي كانت حجر الزاوية في هذه المرحلة روايات زقاء المداء والثلاثية وأولاد جبلاوي وهي شخوص في أولاد حارتنا واللص والكلاب وثرثرة فوق النيل وحضرة المحترم والمرايا. وقد تنوعت تلك الروايات في حبكتها ما بين الواقعية النفسية والرمزية والغوص فيما وراء الطبيعة. إن الأستاذ نجيب محفوظ لا يستطيع مصاحبتنا هذه الليلة، وعلى كل فإنه سيشاهد هذا الاحتفال على شاشة التلفزيون في بيته في القاهرة، واسمحوا لي أن أوجه إليه حديثي مباشرة في هذه اللحظة. عزيزي الأستاذ نجيب محفوظ، إن صرحك الأدبي الغني يدعونا إلى أن نعيد النظر في الأشياء الجوهرية في الحياة. إن مواضيع مثل كنه الزمان والحب، المجتمع والقيم، المعرفة والإيمان تتوالى كلها في مواقف متباينة وتقدم في أفكار مثيرة للعواطف والذكريات وبأساليب جريئة واضحة. إن نوعية نثركم الشعرية نستطيع استشعارها رغم حواجز اللغة. لقد أكدت حيثيات حصولكم على جائزة نوبل أنكم استطعتم خلق فن روائي عربي يخاطب البشرية القادمة. باسم الأكاديمية السويدية أهنئكم على منجزاتكم الأدبية السامقة. ويدعو المستر to step forward to receive from the hands of His Majesty the King on behalf of your father, the Nobel Prize for Literature 1988. وقد وقفت الآن للتقدم لتسلم جائزة نوبل للأدب من يدي الملك كارل جوستاف السادس عشر. تتقدم أم كلثوم وفاطمة، ويحاول جلالة الملك مداعبتهما، ويسلم الآن على أم كلثوم وعلى فاطمة وأعطاهما الجائزة. وهنيئا للأستاذ نجيب محفوظ، هنيئا لابن الحضارتين الفرعونية والإسلامية، هنيئا لمن رضع لبانهما وتغذى على آدابهما وفنونهما، فأنتج لنا أدبا استعاد للعربية عالميتها وللعروبة مصداقيتها. طول عمره بيكره السفر، ما بيحبش يسافر، فماما وقتها قالت له طبعا هتسافر، قال لها لا يعني فتخضينا ان هو برضو مش هيسافر، فقلنا مدام هو مش هيسافر احنا مش هنسافر، بس هو كان عايزنا احنا يعني ننوبه، يعني نروح بالنيابة عنه. يعني هو قال لكم انا مش عايز اروح بس عايزكم انتوا اللي تروحوا. هو سمعه ضعيف وما بيشوفش كويس، يعني وقتها كان يا التايم او النيوز ويك كانت بتصفه للقارئ بتقول هو تقريبا ما بيشوفش وما بيسمعش، فما كانش عايز يتحط اكيد في حاجه. كان الدرجه دي هو كان ساعتها كان كام سنه لما اخذ 77 وعنده السكر فاثرت على حاسه البصر، كان ممكن يقرا على حسب بقى حجم الكتابه، كان في ناس عايزه تروح يعني بداله، حتى في ناس راحت للطيران قالوا مادام هما مش مسافرين ادونا التذكره اللي ببلاش. فماما بتصحيه جات لها مكالمه انه اخذ الجائزه. جات لها مكالمه من مين بقى؟ يا اما الاهرام او وكاله الشرق الاوسط انا مش متذكره. فراحت تقول له، هو افتكرها بقى الحلم بتاعها، قال لها انت بتصحيني عشان كده؟
قالت له انت اخذت الجايزة. هو فاكرها يعني ده حلمها او بتهزر. يعني هو ما ادركش انه ده خبر. فقال لها بتصحيني عشان كده وكمل. كمل نوم؟ كمل نوم. وبعدين قعدت تصحيه فراح اتصل بالاهرام فقالوا له انت اخذت الجايزة. معلش هو نجيب محفوظ كان لا يعني قوليلي يعني والده كان يعني نجيب محفوظ كان هادئ الاعصاب للدرجه دي؟ لقيت الرصيف كله مليان ناس والبيت كله منور واتخضيت افتكرت حصل له حاجه. لغايه ما دخلت لقيت البيت كله مليان ناس وكانت ماما في شويه توضيبات في البيت فالبيت مبهدل وناس وفضلوا في البيت فاكرين انه هيرجع. طبعا هو نفس الروتين هي دي الليله اللي بيقابل فيها الحرافيش فراح على كازينو قصر النيل عادي. واي. رايح عادي. هم فضلوا يعني منتظرين. هو ما غيرش في جدول يومه يوم ما خبر ولا في الايام اللي بعد كده. لما كان بيكتب رواياته كان احيانا يكتب مسودات ويرميها يعني ما كانش من الناس المهووسين ان هو يحتفظ بالنسخه الاولى والنسخه الثانيه لا يقطع ويرمي. كان الاول بيكتب بالرصاص ويصلح وبعدين يكتب بالقلم الحبر يحبر. والحاجات كان بيرميها وماما كانت تلمها من سله المهملات يقول لها ارميها دي مسوده يعني. بس احتفظت بشويه حاجات جزء من ميرامار وحاجات تانية بقى مطلعاها متكرمشه من 31/5/1980 شخص بعت لأستاذ نجيب محفوظ وبيقول له ان هو التقى بالصحفي فلان وزوجته فلانة اللي يعني بتعكف على ترجمة رواية زقاق المدق وقال لي ودي بقى حتة تحتها خط ان نجيب محفوظ سوف يحصل على جائزة نوبل في الأدب خلال عامين على الأكثر. هو أخذ 88. صفحة دي ضمن مجموعة صفحات تعرض لأول مرة على الإطلاق لا في حياة نجيب محفوظ ولا بعد وفاته. المرة الأولى اللي المشاهد أو القارئ العربي أو المتابع العربي يشوف أولى محاولات نجيب محفوظ لاستعادة القدرة على الكتابة والخط بعد العملية. نظراً لمكان الطعنة تأثر ذراعه الأيمن وما كانش عنده قدرة أنه هو يحرك إيده ويكتبها. دي المحاولة ويكتب بيها دي المحاولات الأولى أنه هو يرجع يكتب اسمه فقط اسمه نجيب محفوظ بالعربي أو بالإنجليزي. يعني هو الغرض ما كانش في المحاولات الأولى الغرض مش الإبداع قد ما هو يحرك إيده. دي تمرينات بس برضو المحاولات والشخبطات دي أنا في إيدي كراسة تقدر بالملايين. الكراسة دي لو اتحطت في دار مزادات تتباع بملايين لأن الكراسة دي فيها المحاولات الأولى لنجيب محفوظ للكتابة بعد الحادثة. بخلاف قيمتها الإنسانية الحقيقة أن هي بتقول كمان عن أفكار ذلك الرجل. هو لما ابتدى يكتب القلم وابتدى يكتب اسمه ابتدى في المحاولات دي يقول إيه نجيب محفوظ يكتب يقول الله واحد لا شريك له سبحانه. على فكرة احنا بذلنا مجهود كبير عشان نسبر طلاسم هذه الكلمات لأنه الحقيقة هي أقرب للشخبطة. محمد رسول الله وأنا عبد الله نجيب محفوظ. الجائزة دي هي قيمتها الأدبية هي الأهم لأن هي الأرفع إنما كمان المفروض إن هي هدية يعني قلادة قيمة جداً لأنه بيقال إن هي من الذهب الخالص صحيح؟ هي أول ما ماما شافتها قالت له دي مش ذهب وراحت تأكدت لقيتها مش ذهب. يعني إيه يا أستاذة هدى؟ يعني جايزة مغشوشة. أعرفش إزاي حاجة تحصل زي كده. ما برضو مختلف عن الباقيين أخد جايزة كلهم أخدوها ذهب وهو أخدها فضة. لا معلش هي ماما لما شافتها قالت دي مش ذهب يعني هي كانت مطفية مطلية يعني لونها مطفي حتى لما تقارنيها مع اللي أخده ما شاء الله مش عايزة أحسده من الجاي لا هتلاقي اللون مختلف. فقالت له دي مش ذهب احنا عارفين انها المفروض ذهب يعني وراحت سألت قالت له مش ذهب. طبعا بابايا مش فارق مع الحاجات دي يعني.
بس هي غريبة انه حاجة تحصل، متهيألي دي اول واخر مرة هتحصل حاجة زي كده. فكرتوا في القيمة المالية للجائزة يا استاذة هدى؟ هو قسمها علينا بس هي زادت لانه اتقسمت بالتساوي، انا معرفش متهيألي وصلت لـ400، فكل واحد اتقسمت علينا وهو نصيبه خلاها زي وقف، والريع بتاعها يروح لأعمال الخير ويتوزع عن طريق جريدة الأهرام.